السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في كل زمان وفي كل مكان. قصتنا اليوم أو درسنا اليوم عن توظيف النساء في المكاتب، وكذلك زيارة بعض الأماكن والتعامل مع النساء فيها. بدأ سفري لما نسميه بالاتحاد السوفيتي أو بقايا الاتحاد السوفيتي أو روسيا الاتحادية الجديدة وجمهورية أوكرانيا في مطلع التسعينيات من القرن الماضي. كان لي رؤية كنت أريد أن أحققها كما كنت أود لكنها لم تتحقق، وكان الحلم الذي يحقق هذه الرؤية هو أن أرسل مجموعة من الشباب خريج الجامعات ليعيشون في هذه المناطق التي تولد من جديد، ليعملوا معنا شريط أن يتزوجوا من بنات هذه الأماكن، فيخرج من بعد هذا جيلا جديدا لديه هوية جديدة متعددة الثقافات واللغات، وقادرين على أن يربط هذه البلاد بالعالم الإسلامي الكبير أو العالم الفسيح. لم أستطع أن أحقق هذه الرؤية كما ذكرت، وإن كانت قد تحققت بعض منها من خلال أبناء العمل الخيري الذين ذهبوا إلى هناك، أو الدارسين الذين ذهبوا للدراسة، أو الشباب الذين ذهبوا للعمل والمتاجرة. فما هي قصتنا لنعلم الآن ما هي قصتنا؟ موسكو، قضية موسكو والذهاب إلى موسكو. بدأت زيارتي لمدينة موسكو تكثر خاصة بعد الحرب الشيشانية الأولى، وكنا دائما حينما نريد أن نذهب إلى موسكو يحذرون الناس من نسائها خاصة بعد الدخول إلى غرفنا في الفنادق، ولا ندري لماذا إلى أن عرفنا السبب. فما هو السبب؟ كنا ثلاثة أشخاص، منهم الأستاذ محمد مسؤول المكتب في نالشيك عاصمة كبردون بلقارية، وكان التحذير لنا كالتالي: اغلق الباب الغرفة من الداخل، اغلق باب الغرفة من الداخل ولا تجعله مفتوحا على الإطلاق، حاول ألا ترفع سماعة التليفون لتستجيب للمكالمات التليفونية، أما الأولى قد يكون من الناحية الأمنية أو تكون لتواجب بعض النساء ممن يبيعن أجسادهن للسواح في هذه المناطق، وأما الثانية فكانت لمعرفة هؤلاء الفتيات اللائي كنا يعملن مع عاملي الفندق بأرقام الغرف التي نقيم فيها أو يقيم فيها الأجانب. وفعلا وبعد وقت ليس بالطويل سمعنا جرس التليفون في الغرفة، وسمعنا من الناحية الأخرى امرأة تتحدث وتقول كلمة واحدة فقط هي سكس أو جنس ودعارة، فكنا نبادر برفع بإغلاق التليفون السماعة في وجهها ثم رفع سماعة لكي لا يتصل بنا مرة أخرى. هذه موسكو التي عهدناها في التسعينيات من القرن الماضي. دبي والدوحة ونهاية التسعينيات من القرن الماضي. كانت زيارتي كثيرة لهاتين المدينتين، وخاصة دبي أثناء عودتي من بنغلاديش وباكستان والدوحة وأثناء زيارتي لها. وفي دبي فكنت كثيرا ما أخرج من الفندق في آخر الليل لأتنزه وأتناول الطعام مع صديق لي بعد السفر الطويل وكثرة المعاناة في العمل، وكنت ألاحظ في هذه الآونة بعض النساء يسرن في شوارع المدينة من جنسيات مختلفة، بنات من العرب والأفارقة وجمالات وسط جمالات مستقلة في وسط أسيا. وكنت كما تعلمون عني لست بالإنسان الذكي لأعرف من هؤلاء النسوة اللائي يتسكعن في شوارع دبي في هذا الوقت المتأخر من الليل، إلا أن عرفت فيما بعد أنهن لا يختلفن عن نساء الفنادق في موسكو. تطور الأمر إلى أن أصبحت هاتيك النسوة من نزلاء نفس الفنادق التي نسكنها في مدينة دبي، والأكثر من ذلك كنا يطاردنا الرجال في المطاعم والمصاعد. فذات مرة كنا نتناول طعام الغذاء في أحد المطاعم مع مجموعة من الشباب، ولاحظنا بعض هؤلاء النسوة يجلسن ليرقين بنظرتهن وسهامها القاتلة علينا. الحمد لله ما يحمي دائما ما يحمي الجمع من البشر، ضعاف الأنفس كأمثال. ثم أصبحت ظاهرة معلومة في هذه المدينة كما تعرفونها جميعا. هكذا بدأت في منتصف التسعينات. أما في مدينة الدوحة وفي نفس الفترة الزمنية كنت أنزل فندق اسمه سوفوتيل، وكان لهذا الفندق بهوين للاستقبال، الأول في الدور الأرضي لإنزال الحاجات والثاني في الدور فوق الأرضي لاستقبال النزلاء. وذات يوم نزلت من غرفتي إلى الدور الأرضي لأذهب مع بعض الأصدقاء لتناول طعام معهم، فوجدت فتاة جميلة ترتدي ملابس متواضعة وتجلس على إحدى المقاعد محدقة في من يدخل أو يخرج من نزلاء هذا الفندق، ولم تكن من بنات العرب ولكنها كانت من بنات جمهوريات وسط آسيا أو شرق أوروبا، فلم أعرها انتباها وخرجت مع صديقي. وفي اليوم التالي وجدت نفس الفتاة تسير في إحدى الشوارع المجاورة للفندق مرتدية ثوبا جميلا أنيقا وله فتحات عدة، وسير من ورائها مجموعة من الشباب الصغير، فعرفت من هي وما كان سبب تواجدها في بهو الفندق في الليلة السابقة. في مدينة نالشيك عاصمة قبردين بلقاريا، يعني تجربة أخرى من الأسرة الاتحادية، كان لنا مكتب يشرف على العمل في داخل الشيشان.
بعد اندلاع الحرب الشيشانية الثانية اللي هي سنة 1999، وكان يعمل في مكتب العديد من بنات هذه المدينة وشبابها. وكنت في زيارة لهم في معية الأستاذ صالح سعيد مدير قطاع المشاريع في الإغاثة، فلاحظنا التالي، وش كان شيئا غريبا. أولا، بعض أو إحدى الموظفات الشابات أتت مرتدية ملابس تظهر مفاتنها أكثر من فتنة جمالها لكي ترحب بالمدراء القادمين من مكتب الرئيسي. وقد تكون هذه من عادات الأنظمة السابقة في العصر الشيوعي لتسلية هؤلاء الزوار. 2، صادف في نفس اليوم أو اليوم الذي يليه أن يكون عمل مقابلات مع موظفات جدد ليعملن في مجالات مختلفة، فأتت إحداهن مرتدية ما نسميه بالشفاف من أعلى مما يكشف كل شيء، أما من أسفل فكانت مرتدية ما نسميه بالشبكة والخروم، وذلك قد يكون جزءا من الوصف الوظيفي لهؤلاء البنات في ذلك الوقت في العصر الشيوعي الذي فرض عليه على أجيال أمهاتهن العيش داخل هذه الثقافة في هذه البلاد. وكانت هاتيك الفتيات في الغالب من بنات المسلمات في أغلب الظن، والله أعلم. فكانت نصيحتي لمن يذهبون إلى مثل هذه الأماكن كالتالي: أولا، عدم السفر وحيدا إلى هذه الأماكن وغيرها. ثانيا، السكن مع زميل في نفس الغرفة لكي لا يتحكم الشيطان في مشاعر الفرد منه. ثالثا، معرفة ثقافة التوظيف والعمل في هذه الأماكن، معرفة أن العلاقات الجنسية الغير شرعية هي أساس الحياة عندهم. أما حدث الأخيرة التي سأرويها عليكم وهي تختلف تماما، لأنها خرجت من مدينة جروزني مع نساء جروزني الشديدات البأس القويات، وكان ذلك في عام 2002. ولم يكن يزور هذه المدينة أي أحد من الأجانب لأسباب أمنية أو عسكرية، وطلبت من الأستاذ محمد مسؤول المكتب الزيارة وألحيت عليه في ذلك، فذهبنا لتوزيع الإعانات الإغاثية على ما تبقى من عائلات داخل مراكز الإيواء. فخرج علينا مجموعة من النسوة الذي تقدم بهن العمر، فرحات مستبشرات مهللات، فقربت مني إحداهن بعد أن عرفت من أنا لتقبلني في خدي أو مسبي وجنتي، وسط ضحكات وصيحات عالية من كافة نساء متواجدات في مركز الإيواء الذي لم يكن فيه أحد من الرجال، حيث أن الرجال قد ذهبوا إلى الجبال. وانتهى الأمر على كده. الدرس المستفاد من هذه الزيارة الأخيرة لجروزني هو: كان من الممكن أن أنهر هذه المرأة المتقدمة في السن والتي تعدى 60 من عمرها، أو أمنعها بعدم إلقاء القبلة على خدي، فلم أفعل ذلك للتاني. أولا، المرأة كانت متقدمة في السن وعلى 60 من عمرها. ثانيا، حالة نفسية للنساء جميعا التي يعيشونها بعد غياب أبنائهم عنهم وزويهم. ثالثا، الثقافة المتعارف عليها في هذه المنطقة. رابعا، الفرحة الشديدة بوجود ناس يأتون إليها لكي يسلموا عليهن ويأتونهم المساعدات. ولم أفعل ذلك فحسب، بل استعملت هذه الصورة، صورة المرأة وهي تقبلني على خدي، ووضعتها في الأدبيات بتاعت الإغاثة الرسمية. أنا هنا بتكلم عن شيء مهم جدا، شيء في أماكن معينة لابد عليك ألا تجلس فيها وحدك، والأمر الثاني قبل أن تذهب إلى مدينة أو إلى قرية أو إلى بلدة معينة لابد أن تعرف ثقافة وتاريخ هذه المجتمعات التي تذهب لزيارتها. جزاكم الله خيرا، ونراكم في محطة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.